اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقه من فتاوى الناس، واحييكم بتحيه الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في هذا اليوم نكمل الحديث عن احكام طهاره الماء، وسؤال الحلقه على صفحه الفيسبوك: برايك ما الفرق بين الماء الطاهر والطهور؟ ومعنا ومعكم فضيله الشيخ عويض عثمان، امين الفتوى بدار الافتاء المصريه. هناك الكثير من التساؤلات والنقاط الخاصه باحكام الماء الطاهر. في البدايه برحب بفضلتك معنا في هذه الحلقه. فضيلة الشيخ عويضة، في البداية يعني لو ندي إشارة يمكن أو توضيح للمشاهد عن الفرق بين الماء الطاهر والطهور. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احنا لو حبينا ننظر إلى فضل الله ونعم الله على العبد، من أفضل النعم أن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بالطهارة، نعم، وجعلنا أمة تحب الطهارة، وميز المتطهرين وميز المتوضئين يوم القيامة، يأتون غرلا في جباههم، غرا محجلين، يأتون غرا محجلين. الغرة بياض في وجه الإنسان يوم القيامة من أثر الطهارة ومن أثر الوضوء. والتحجيل غرة وبياض في رجل الفرس، تعرف الأمة يوم القيامة بنور في وجهها ونور عند أقدامها بسبب حفاظها على الطهارة. فنحن أمة متطهرة، أمة متوضئة، أمة مصلية تتقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذه من أعظم القرب أو من أعظم الفرائض التي يعني افترضت علينا. الماء طاهر وطهور. نعم. الطهور قالوا مطهر، طاهر في نفسه مطهر لغيره. ما هو الشاي، ما هو ده طاهر بس مش طهور. القهوة طاهر في طاهرة في نفسها بس مش طهورة. طهورة يعني ايه؟ تطهر غيرها، بتتعدى لغيرها. فالطاهر طاهر في نفسه ولا تتعدى طهارته لغيره. يعني هنا الماء حضرتك قلت ان هو طاهر في نفسه ويتعدى لغيره، وده الطهور. ده الطهور هنا، ده الطهور. نعم. زي ايه؟ زي ماء الحنفيه اللي احنا بنتوضى بيها، نعم، زي ماء البحار، ماء الانهار، ماء الامطار، كل هذا ماء طهور، بمعنى هو طاهر في نفسه ونرفع به احداثنا. نعم. نتوضا به، نغتسل به، نرفع به الحدث. اما الماء الطاهر هو لا يرفع به حدث. ما ينفعش اتوضى مثلا بشيء بماء رائحته متغيره، بمعنى حطيت عليه عطر، لان لابد ان هو لا تتغير لا رائحته ولا لونه، يبقى لا لون ولا طعم ولا رائحه، هذه الثلاثه تظل على حالها. لو تغير لون الماء بشيء من هذا طاهر، بشيء طاهر، صار الماء طاهرا غير مطهر. صار الماء طاهر غير مطهر. زي دايما الفقه يقول لك عامل زي المرقه مثلا، زي المرقه. المرقه الشوربه. نعم. الشوربه هي طاهره، هي طاهره، نعم، ولكن ينفع الانسان يزيل بها حدثا يتوضا؟ لا طبعا. ليه؟ للطعم تغير، الرائحه تغير. تقول لي الله، طب ما هو الماء المالح طعمه متغير، ولكن هو طعمه متغير هكذا خلقة، لم تضف إليه شيء، ما أضفتش ليه شيء. والفقهاء يقول لك إيه؟ ده ماء أتيت به من البحر مالح، وهذا ماء وضعت عليه ملحا. تخيل لما ده تتوضى بيه وده ما تتوضاش بيه. ليه؟ لأن هذا هو أنت غيرته بنفسك، أما هذا متغير خلقة وطبيعة. هي أصلي. إذن فرق بين الماء الطاهر والماء الطهور. نعم. نذهب لاتصالات المشاهدين. استاذ احمد من الشرقيه، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا استاذنا؟ ربنا يبارك فيك. اهلا بيك يا فندم. حضرتك اسال بس اربع اسئله معلش. اتفضل. السؤال الاول لحضرتك يا استاذ العويضه: واحد اداني فلوس وانا بردها، هو عمال يديها لي وانا بردها، يعني رحت حالف والله انني ما واخدها بس ايه وخدتها، بس حضرتك يعني كلمه والله يعني بتاع كده غصب عني مني، يعني زلفت لسان حضرتك، يعني جرت على اللسان. تمام. ماشي، فخدتها. نعم.
فلحضرتك يعني صدته كده يوم واحد منه، تمام. فلحضرتك كده يعني هيقع ولا يعني وقع ولا كده مثلا؟ حاضر. ماشي. وفي كمان يمين وقع، بس انا ايه، هو وقع يمين تاني كده غير ده. لا ماشي. انت هي جريت على لسانك وانت اخذت هذا المال. خدت ماشي، هذا المال معايا. اتفضل السؤال وفي التاني. قبل وفي يمين يعني قبل لي كمان وقع، في فانا عارف ان هو وقع يعني وكده. بس حضرتك يعني اليمين اللي هو الاولاني سمت في يوم واحد، وهل ينفع اكمل لمثل اللي هو موجعش، ينفع اكمل على اليمين التاني؟ لا انا مش فاهم السؤال التاني، يا وضحه لي. استاذ احمد، هو حضرتك قلت ان هو في يمين واحد حد اداك فلوس ورجعت رديتها له، وبعدين قلت له ماشي. انا مش هاخدها وحلفت اني مش هتاخدها وخدتها، ده يمين في واحد واحد. تاني بقى، في واحد تاني يمين غير دي تاني. وضح لي بقى اليمين التاني. واحد تاني يعني وقع يعني من غير ما اقول هو وقع يعني، سالتي هو وقع يعني. خلاص طيب، حاضر ماشي. بس ايه، لو اليمين الاولاني ما وقعش ينفع اكمل على التاني؟ اني صمت يوم واحد في الاولاني. حاضر حاضر ماشي. حاضر. السؤال التاني حضرتك، انا بقسم كام الليل على مرتين يعني، مثلا قبل النوم 4 وقبل صلاة الفجر بنص ساعة يعني، ايه بكمل يعني واوتر في الاخر. الله يكرمك، حاضر. ماشي. السؤال التالت بقى، لو انا مثلا حضرتك بعد صلاة سنة العيد صليتها وصليت ركعة الوتر، باجي كده في يعني في طول الليل مش بنام، هل في ينفع تديني مثلا مخرج لاني اكمل قيام الليل واكل اوتر؟ حاضر. ماشي. سؤال رابع بقى، ربنا يبارك فيك يعني، معلش. سؤال رابع، لو واحد مثلا ابوه والده مثلا متوفي وكده، هل يجوز ان هو يقرا له القران يعني بنيتين، ان هو مثلا ياخد اجر الثواب اللي هو اللي بيقرا، والثواب الثاني النيه الثانيه ان هو الثواب الثاني لوالده؟ حاضر. ماشي. وحضرتك يعني، او مثلا لو بنيه واحد، هل مثلا قراءه القران ديت يعني هتنفع والده مثلا اللي هو بيقراه دي؟ حاضر. شكرك يا استاذ احمد، شكرا جزيلا. امه الله، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت انا ليا سؤالين. اتفضلي يا فندم. انا بشتغل وبصلي الفريضه بس، ما بقدرش اصلي السنه، وممكن اقعد بوضوء واحد يعني طول النهار عشان شغلي شاك شويه، فكده حلال ولا حرام؟ وفي حاجه كمان لو سمحت، انا بنسى جامد قوي، فممكن اكون بصلي وافتكر ان لا ركعتين مش ركعه، او ركعه فبروح واخده على القليل ومصليه الركعه الثانيه ومسلمه. حاضر. بس دي عاده عندك على طول كده؟ على طول يعني، انا بقالي فتره طويله كده لان انا بنسى جامد خالص. يعني انت بتحاول، انت بتنسب يعني، انت بتشك دايما؟ لا انا بشك دايما. طيب تمام. ماشي. وبعدين الوضوء بيبقى على حاجه واحده بس، معلش يعني انا اسفه في اللفظ، ممكن بعد ما اخلص الصلاه وارجع البيت بلاقي يعني ممكن ايه افرازه بسيطه كده، هل كده الوضوء والصلاه صحيحه ولا لا؟ حاضر. ومعلش ممكن اتركم ثلاث اوقات مع بعض، لان ممكن في الشغل انا عامله عمليه وممكن تنزل ميه غصب عني. حاضر. فينفع يعني على عيد الصلاه دي ازاي اصلي مع كل وقت وقت، ولا اصليهم ورا بعض الثلاث افروض لما ارجع البيت؟ حاضر. اشكرك يا امة الله. ام ياسين، اتفضلي يا فندم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. سمعت، انا كنت ليا سؤالين. اتفضلي. السؤال الاول، هل في فرق بين اسماء الله وصفاته؟ دي السؤال الاولاني. السؤال الثاني، ان انا بصلي في المغرب صلاه المغرب بصوره الواقعه، وفي الفجر بصوره الملك، وبصلي في قيام الليل بصوره ياسين، هل كده ده كده صح ولا ممكن اغير في الصور ديت وانا بصلي؟ وشكرا. شكرك يا فندم. استاذ عبد الله، اتفضل يا فندم. وعليكم. انا كنت عاوز اسال الشيخ عويضه، هل اللي لو اضفنا كلور على حمام السباحه، هو حمام السباحه فيه عاده كلور، هل ممكن الواحد يتوضى بيه ولا ما ينفعش يتوضى فيه؟ حاضر. اشكرك يا استاذ عبد الله. استاذ ضياء، اتفضل يا فندم. وعليكم السلام. اتفضل يا استاذ ضياء. السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتنا لفضيله الدكتور يا فندم. اتفضل. لو تكرمت، في واحد مطلق مراته من زمان قوي يعني، وليه منها اولاد وكده، بقطعينه وهو مطيحهم من يعني 20-25 سنه، تمام. فهو دلوقتي طبعا السن كبر بيه، فمعاه مبلغ من المال اداه لاخواته، فالمبلغ ده ايه يعني؟ هل لو جرى له حاجه مثلا الله لا يقدر، اخواته يردوا له لاولاده ولا ايه؟
هو ده لاخواته على سبيل الهبه ولا على سبيل ان دي امانه عندكم؟ لا لا، دي على سبيل الهبه او هديه او حاجه، بس اخواته بيعتقدوا ان ده بيعمل كده عشان ما يعني ما يبقاش في حاجه لاولاده يديها لهم بعد لو جرى له حاجه بعد الشر. طيب وليه هم ما نصحوهوش؟ يعني كفايه تقصير في حق الابناء الفتره الطويله دي كلها، طبعا ما شافهمش ولا انفق عليهم ولا رباهم، صح؟ تمام. في حضرتك محاكم وقضايا ومشاكل كتيره قوي، حتى لو في محاكم، هي هو كون ان الزوجه رفعت قضيه ولا رفعت نفقه ده يكون مبرر ليه انه ما يراعيش الاولاد ويسال عليهم ويربيهم؟ هو فعلا غلطان، يعني هو غلطان. يبقى احنا اللي حواليه ينصحوه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه، وانصر اخاك ظالما او مظلوما، ان انا اكف عن الظلم اقول له توب الى الله بقى ونحاول نجيب لك الاولاد ولا نروح لهم عشان نعتذر لهم ويسامحوه وهكذا. ده صح يعني. رافض تماما يعني. وهم كمان حتى الاولاد اعتقد برضو المده الطويله قوي دي ما خلاص يعني القلوب جفت زي ما بيقولوا. فدلوقتي السؤال على المبلغ دوت، يعني يحق لاخواته ولا لو جرى له حاجه يدها لاولاده ولا ايه؟ حاضر حاضر، شكرا يا فندم. شكرك يا استاذ ضياء. استاذه هدير اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا استاذ هدير. لو سمحت يا فضيله الشيخ، زوجي قال لي ممنوع ان انت تروح عند ابوكي تاني، ولو رحتي عليا النعمه هتبقي طالق، او عليا قال لي او عليا النعمه هطلقك. فرق بين اللفظين، فرق السماء والارض ديت، ده طلاق معلق وده وعد بالطلاق. انت نفسك ما انتش ضابطه الزوج قال لك ايه، فلذلك دايما نقول الزوجه ما بتعرفش تضبط الفاظ الطلاق ولا هي سمعت ايه. احيانا تقول لفظ والزوج يقول لفظ تاني خالص، ان يعني الطبيعه والتركيبه كده بتنسى بتاهم، بيحصل بعض النسيان، واحيانا بتبقى ضابطه اكثر من الرجل. لذلك مساله الطلاق رجاء يعني الزوج هو اللي يسال فيها، واحنا زي ما بنقول دائما لا نجيب عليها على الهواء. ياتينا الى دار الافتاء او تسيبي تليفونك وبعد الحلقه انا بكلمه واعرف منه هو قال ايه بالظبط ان شاء الله، والامر سهل ان شاء الله. يا ريت يا استاذه هدير تسيبي رقم تليفونك وفضيله الشيخ يتواصل معكم بعد الحلقه. اعود مولانا يمكن للسكريبت مره اخرى هنا. هل هنا الماء الطاهر يجوز استخدامه في الوضوء والاغتسال وغير ذلك؟ لا لا، الماء الطاهر لا، الطهور. خلي بالك احنا عشان برضو المشاهد ما يتلخبطش، احنا بنطلق اصبحنا في العرف بتاعنا بنطلق الاثنين في واحد، الاثنين في واحد. يعني ما الوقت اللي قلت الواحد ميه الحنفيه ده ماء طهور، يقول لك ايه طهور دي؟ هو نفس اللفظ قول له ماء طاهر، واخد بالك ازاي؟ فاذا احنا كل الماء اللي عندنا بنستخدمه ده هو ماء طاهر، الا يعني ينفع نتوضى بيه الا لو تغير زي ما قلت لحضرتك اللون او الطعم او الرائحه. هل في شروط هنا مولانا لاستخدام الماء الطاهر في الوضوء والاغتسال وغير ذلك؟ شروط يعني شرطوا انه الماء يكون حلال، ما يكونش مغصوب، يعني ما يكونش الماء اللي انا بتوضى بيه ماء مسروق مثلا من اشياء خارج من مكان انا سرقه، او الميه دي مش بتاعتي انا مغتصبها. زي بالضبط ما اقول لحضرتك الناس بتتساهل جدا مثلا في اخذ الماء من المسجد ورش به الشارع، يرش به الشارع، او اخذ الماء من المسجد ويحط خرطوم في حنفيه المسجد ويغسل بها العربيه بره. ده حرام وغصب، غصب الوقف. الماء الموقوف على المسجد بيستخدمه هو هذا الاستخدام السيء. فده كله يعني الماء عشان اتوضا به لابد ان يعني ما يكونش مسروق، يكون طاهرا في نفسه مطهرا لغيره وهكذا. نعم مولانا، يمكن نذهب للإجابة على بعض التساؤلات من المشاهدين. أستاذ أحمد من الشرقية، يمكن في موضوع اليمين هنا تحدث عن اليمين الأول هنا وقع ولا لا فيما يخص الفلوس اللي هو ردها أكثر من مرة لصاحب هذه الأموال، وفي المرة الأخيرة يعني حلف أنه مش هياخدها وأخذ الفلوس، صام يوم واحد وبيقول أنه هيكمل على اليمين الآخر. الحكم هنا مولانا نقول إيه؟ إحنا دايما نقول من الأدب مع الله سبحانه وتعالى ألا نجعل الله عرضة لأيماننا، كما قال تعالى ونهانا عن ذلك ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. الإنسان لما يحلف بالله يحلف بالله وهو صادق، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا ما حلفت على شيء أو أقسمت على شيء
ووجدت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. خلاص هو أقسم بالله على مثلا لا يدخل بيت أبيه أو بيت أمه. طب ده من أفضل الأعمال اللي الإنسان بيعملها هي صلة الرحم، خاصة لما يكون الأب والأم. حلفت على بيت أخوي، طب ما هو دي صلة رحم. على بيت صديقي، ما هو صديق ولابد أن أزوره. إذن إذا ما أقسم الإنسان على شيء ووجد غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير. وده من جمال الشرع الحنيف، لم يضيق علينا بل جعل لك متسعا وجعل لك مخرجا. فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فهنا أمر آخر بقى، هو الحلف جرى على لسانه. نعم. وده القرآن قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. إيه اللغو في اليمين؟ المفسرين يقول لك والله لا تأكل، بلى والله كده، حاجة بتجري على اللسان لا ينعقد، لا تنعقد في القلب. القلب مش معقود. شوف والله لا انت واكل. شوف بقى لما اقول لك طب والله كذا ويحلف ويملى زي ما نقول كده يملأ فمه بالقسم طالع من قلبه بيبان. اما دي حاجه جريت على اللسان، حتى بقول لك طلعت كده زلفت لسان، ولا بيسموها زله لسان، خرجت كده، يبقى ده لا شيء عليه. يبقى في الاولاني لا شيء عليه. اما الاخر اللي هو بيقول انا كفرت عنه ولا مش عارف صام 3 ايام، فالكفاره اليمين انت بتطعم 10 مساكين، ما انتش قادر بتنتقل الى الصيام صيام 3 ايام. ويمكن نعم. مولانا في مثال ليس ببعيد عن هذا الامر، انا عندي يمكن سؤال من الاس ام اس قريب من برضه موضوع اليمين هنا والحلف بالله. هي شخص بيتكلم ان هو في طريق ان هو هيقابل صديق ليه، بس هو يعني بيكلمه في التليفون بيقول له انا بقيت في الشارع الرئيسي اللي انت فيه، وهو لسه هيدخل عليه، بس هو ما دخلش فعلا الشارع ده. فبيقول له انا خلاص انا دلوقتي في الشارع الفلاني، وهو كان بينه وبينه 5 دقائق بالظبط، بس جرى على لسانه الحلف اليمين. هو أقسم بالله جريت على لسانه. نعم. يعني فرق بين هو بيعقد الـ 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 اليمين وفعلا في الشارع وهو لسه ما دخلش الشارع، ولكن ربما يكون هو جرت على لسانه الحلف هكذا دائما. والحقيقة احنا مش عايزين بنقول من الأدب الذي علمنا القرآن إياه وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نجري ولا نجعل الله سبحانه وتعالى عرضة لأيماننا على كل شيء نقسم، ولكن إذا ما أقسمنا لابد أن نكون صادقين. نعم. أذهب لأم محمد من الجيزة، تفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أكلم الشيخ عويدة لو سمحت. معك فضلت الشيخ عويدة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. حضرتك كان في ناس كان طلبت مني فلوس سلف وكده، فهم قالوا لي لو تقدري تدينا 8000 وتاخديهم 10 ماشي. فانا صراحه سالت اللي حواليا الناس حواليا وكده، قلت لهم يعني ده مش حرام وكده، قالوا لي لا مش حرام، لو اديت له 8 وخدتهم منه 10 وهو اللي طلب عادي. هو اللي ايه؟ هو اللي طلب، يعني هم اللي طلبوا مني، قالوا لي يعني تاخدي بزياده. تمام. وبعدين فانا بعد ما اديتهم، بس كان ده بقاله من بتاع 6 سنين أو 7 سنين. انا بصراحه ما بسمعكم مستحرماهم، خايفه ان اكون انا خدت حاجه حرام. الشخص ده كده. الشخص ده موجود، هو ده موجود ومراته وكده، ومراته بس مراته غضبانه، هي اللي واخدهم مني. ايا كان اللي رد الثمانيه ردهم 10 ده موجود؟ موجود. او اولاده موجودين؟ اولاده موجودين ومراته موجوده. لو تقدري ال 2000 جنيه دول ما يبيتوش عندك النهارده. ماشي يا شيخ. شوفي لو قدرتي ما يبيتوش النهارده. لا وتعرفي اللي حواليكي، لان ده كده عين الربا. طيب هو ده الربا بعينه. ماشي يا شيخ. ماشي. وتستغفري ربنا وما تساليش حد حواليكي، لان احيانا بعض الناس كل واحد بيقول اللي هو عاوزه، حتى في الامور الخطيره اللي زي دي، او كل واحد ما بيحدش ابدا بيحب يقول انا مانيش عارف او الله اعلم. لا، ده بيقول لها عين الربا، بيقول لها ده ما فيهاش حاجه، ما هو اللي طالب. لا طبعا، حاولي بسرعه اللي حواليك قول لهم يا جماعه ال 2000 جنيه دول بتوع فلان، من موت ومن حياه زي ما بنقول، وديتهم له بقى بكره بعده اسرع وقت، قولي له اتفضل وانا بستغفر ربنا وبتوب اليه من هذا الفعل، ومحدش يعمل العمل ده تاني. نعم. بشكرك يا ام محمد. ام اميره اتفضلي يا فندم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اقول السؤال؟ اتفضلي يا فندم. انا كنت مديه جوزي مبلغ
فطبعا هو بقاله سنه مش عارف يعني يسدد الفلوس دي. انا ممكن انا كنت ممكن اسيبها له، بس انا طبعا عندي ظروف وانا معيش فلوس، فطبعا انا المفروض في الشهر دوت ادفع زكاه المال. هو انا ممكن يعني ان انا الفلوس اللي هو اخدها مني هو مش قادر يسددها ممكن احسبها من فلوس زكاه المال؟ حاضر، اشكرك يا ام اميره. ام محمد من القليوبيه، اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا عم الحاج، انا دلوقتي عندي بنتي، بنتي قاعده معايا وجوزها بقاله 8 سنين ما بيصرفش عليها وانا اللي بصرف عليها، وتحس ان هم بيقولوا لا انت حرام كده تصرفي فلوسك على بنتك وولاد بنتك وخلاص. فانا عاوزه يعني اعرف يعني هي ملهاش مصدر غير انا بس. يعني انا لو ما صرفتش عليها تروح فين ومعاها عيلين؟ هي بنتك بنتك مطلقه يا حاجه ولا هو هي غضبانه فقط؟ لا هي على ذمته، على ذمته، واحنا رفعنا قضيه طلاق واتطلقت، راح مستأنف. استأنف حتى لو قلت له انت بتستأنف انت بتصرف عليها ولا بتعمل، رغم ان هو يعتبر مليونير يعني مبسوط. ودلوقتي القضيه عشان حكم لها بالطلاق بقى. وهو ما بينفقش على اولاده؟ ما بيصرفش، لا ما بيصرفش على اولاده ولا بيسال عليهم ولا حتى بالتليفون. طيب انت بقى عايزه تعملي ايه؟ تدفعي ايه؟ زكاه مالك ولا انا عاوزه يعني هي يعني انا تعرف تصرف عليها ومن الزكاه ولا اصرف عليها؟ انا بصرف عليها من فلوسي عادي. بس هل اخرج بقى زكاه على الفلوس اللي معايا ولا ما اخرجش؟ اديها يعني اديها منه ولا ما اديهاش؟ حاضر يا حاج، حاضر. اشكرك يا ام محمد، استاذن فضلتك نخرج لهذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود نجيب على جميع التساؤلات، وايضا مستمرين في تلقي المزيد من الاتصالات، ابقوا معنا. هل يجوز للمرأة الصلاة بالمكياج؟ كنت عايزة أعرف سيدنا محمد كلم ربنا أو شايفه ولا لأ؟ يعني لو واحد خاطب وقدم شبكة وفسخ الخطوبة لأي سبب إن كان، هل ترد الشبكة له ولا لأ؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، بجد الترحيب أيضا بفضلتك مرة أخرى. مولانا نعود للإجابة على تساؤلات المشاهدين، ويمكن أستاذ أحمد من الشرقية كان أجبنا على السؤال الأول. السؤال الآخر أو الثاني بيقول أنه بيقسم هنا قيام الليل، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز أن يقسم قيام الليل. واحد عايز يقوم مثلا بثمان ركعات، يصلي في أول الليل مثلا أربعة، ثم ينام ويستريح، ثم يقوم قبل الفجر فيصلي أربعة أخرى، ثم يوتر. هذا صحيح، وما تفعله صحيح إن شاء الله، تقبل الله منا ومنكم. نعم نعم. أيضا لديه سؤال فيما يخص صلاة الوتر، فهو يعني كان ممكن يصليها في أول الليل وأحيانا بينام ويقوم، فبيقول هنا ممكن يصليها مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، فالإنسان إذا أوتر في أول الليل لا يجوز له أن يوتر مرة ثانية، وإنما إذا استيقظ له أن يصلي ما شاء. وهناك قول آخر يقول له إذا ما قام أن ينقض الوتر. يعني ينقض الوتر؟ ينقض الوتر قالوا يصلي ركعة تشفع له هذا الوتر، يبقى الركعة اللي يصليها في آخر الليل ينوي بها أنها تشفع الركعة ركعة الوتر، فتصير ركعتان. نعم خلاص كده. ثم بعد ذلك يصلي ما شاء، اثنين اثنين اثنين، ثم بعد ذلك يوتر. يبقى هنا أجاز بعض العلماء أجاز هذه الصورة، وبعضهم قال لا يفعل ذلك وإنما يصلي ما شاء. ولكن بنقول إن كانت من عادتك أنك تستيقظ لصلاة الليل يبقى إذن أخر الوتر، وده هو طبعا السنة والأفضل. سؤاله الأخير، هل ممكن أن يقرأ القرآن وثواب القرآن يذهب له ولوالده المتوفى؟
هو ثواب القرآن يذهب لوالده المتوفى صحيح، وهو أن يذهب ثواب العبادة للمهدى له. أما يا ترى المهدي نفسه ياخد ثواب برضه؟ قالوا طب ما هو خلاص الثواب، قال اللهم إني أهب ثواب ما قرأت لفلان، خلاص يبقى الثواب ذهب. وده قول عند العلماء، يذهب ثوابها كلها للمهدى له، وليس له شيء إلا إيه؟ إلا البر والإحسان بالوالد، لأنه فعل فعلا من أفعال البر وأحسن إلى الوالد سيؤجر على ذلك. ومن العلماء من قال لو قال وهبت مثل ثواب ما قرأت لفلان ذهب الثواب للمهدى له، والمهدي أيضا يأخذ نفس الثواب، وفضل الله تبارك وتعالى في ذلك واسع، والله أعلم. أنت مولانا في هذا الصدد عندي لدي الكثير يعني العديد من الأسئلة في هذا الأمر. شخص بيقول إن هو يعني قام بعمل مسابقة للقرآن أو لتحفيظ القرآن ووهب ثوابها لوالده المتوفى، هنا ما حكم؟ العلماء قالوا قاعدة كده يعني برضو بيخرج منها بعض الأشياء، يعني ما ملكت ثوابه ملكت هبته. أنت ما يعني صمت مثلا، أو أنت خلينا في قراءة القرآن، أنت قرأت القرآن ملكت ثوابها بإذن الله. نعم. ثم أنت وهبت هذا الثواب لفلان كالصدقة تماما، أنت معك مال فوهبته صدقة لفلان أو أعطيته لفلان. فيعني من العلماء من أجاز هذا، بل يعني الجمهور على جواز هبة ثواب القرآن للمتوفى، ثواب التلاوة. نعم. فما تفعله من عمل مسابقة رمضانية أو في أي وقت وتنوي بهذه المسابقة أن يذهب ثوابها لوالدك أو للمتوفى الذي تريده، يذهب الثواب إن شاء الله. أيضا في هذا الأمر برضو فيما يخص يعني الثواب للمتوفى، هنا شخص يعني يقول أنه صيام النافلة ووهب ثوابها لوالده برضو المتوفى، يجوز أيضا؟ العبادات البدنية من العلماء من قال يصل ثوابها كالصيام وأدخلوا فيها الصلاة، وده كلام عند الإمام أبي حنيفة وكلام عند الإمام أحمد وكلام عند أصحاب الإمام مالك، أن هذه العبادات يصل ثوابها أيضا إلى المتوفى. فلو صام الإنسان يوم نافلة وقال وهبت ثواب هذا اليوم لفلان المتوفى، يصل الثواب إن شاء الله. أما في الفرض فيصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهنا عليه على سبيل الإلزام الوجوب الفريضة. يعني واحد مات وتمكن من كان مريض وتمكن من قضاء ما عليه ولكنه أكسل، يعني كان عليه 5 أيام وتمكن أنه يقضيهم ولكن توفي قبل أن يصومهم، طيب ده ممكن يحصل وليه يعمل إيه أو أقاربه يعملوا إيه؟ يصومون عنه هذه الأيام، يصوموا عنه 5 أيام دول. طيب مش عايزين يصوموا، سيطعمون عن كل يوم مسكين. أذهب لاتصالات المشاهدين. أم أحمد من المنوفية، تفضلي فن. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت ممكن أسأل الدكتور؟ معك فضل تشوف. أنا الحمد لله كنت يعني في عاكة صحية والحمد لله ربنا شفاني، الحمد لله الحمد لله من فضله. فأنا كان بيني وبين نفسي كده قلت إن أنا يعني هجيب حاجة أتبعها، فكنت يعني في نيتي إن أنا جزء مثلا لولادي لبيتي وكده وجزء اللي هم يعني صدقة، فهل ده يعني في حاجة ولا لازم أفرقها كلها؟ بس حضرتك نويتي في قلبك ولم تتلفظي، يعني لا. أنت ما تلفظتيش بحاجة. لا أنا كلمت ولادي بقى بعدها. قلت لهم إيه؟ قلت لهم أنا في نيتي إن أنا أعمل حاجة يعني لله، عشان هو كرمني الحمد لله، يعني أنا كان عندي جلطة والحمد لله ما فيش، يعني همشي بالعلاج الحمد لله. الحمد لله شفاك الله وعافاك. ماشي حاجة حضرتك. شكرك يا أم أحمد، شفاك الله وعافاكي. أستاذ أحمد من البحيرة، تفضل يا فندم. تفضل يا أستاذ أحمد، حاول تتواصل معنا مرة أخرى يا أستاذ أحمد. مولانا هنا أمة الله لها سؤال، بتقول هي بتشتغل وبحكم شغلها ممكن تظل بالوضوء طوال اليوم، ما حكم ذلك؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح 5 أوقات بوضوء واحد. نعم. فده جائز؟ نعم. صلى رسول الله 5 أوقات بوضوء واحد
يوم الفتح طالما أن الإنسان محافظ على وضوئه ولم ينتقد بأي شيء يجوز له أن يصلي ما شاء من الصلوات. هي أيضا تتحدث بحكم شغلها أن هي ممكن يعني تنزل قطرات مياه أو حاجة، فبتقول أن هي بتستنى لما تنتظر حتى الذهاب للمنزل، هل هنا ممكن هي تصليهم مع صلوات في اليوم الثاني أم تجمع؟ لو كان في علة مرضية وهي لا تستطيع أن تتمالك نفسها ولا تتمكن من الطهارة في مكان عملها تنتظر ثم تصلي هذه الصلوات. طيب وتصليهم مجتمعين على بعض الفوائد مجتمعة ولا تصلي مع الوقت وقت؟ نعم. يعني الظهر تصلي بكرة مع الظهر والعصر تصلي مع العصر والمغرب مع المغرب، يعني الأفضل أن تبرأ الذمة سريعا طالما أن هناك وقت، ما فيش أبدا أي شيء عندي يمنعني أن أقضي هذه الصلوات الآن الفوائد الآن. يعني الإنسان يسارع إلى قضاء ما عليه لله سبحانه وتعالى وما استناش أبدا أقول ما أنا هصلي بكرة مع الظهر ظهر، لا ده مش صح، إلا لو إنسان تعبان ومش قادر يفعل إلا هذا خلاص نقول له هذا. أما الإنسان متمكن أن يقضي ما عليه الآن ينشط ويقضي ما عليه لله سبحانه وتعالى وينام وذمته بريئة مما عليه لله. نعم. سؤالها الآخر، لديها يعني أو عادة الشك وساعات بتنسى أثناء الصلاة. لا أنا شايف يا حاجة أنك أنت من كلامك كده ما بتنسيش، أنا شايف كده أنك أنت بتشكي، أنت دائمة الشك، لأن أنا بقولك الأمر ده ممكن يحصل من واحد كل أسبوعين ثلاثة كل شهر مرة، أما على طول بصورة دائمة متكررة لا، ده الأمر عندك أنت أنك أنت بتشكي أو بتوسوسي شوية، فرجاء لا تلتفتي أبدا إلى هذا، هتلاقي نفسك بتصلي صح وخلي حد يقعد جنبك كده ويتابعك هيلاقيك ما بتنسيش، هتتاكدي انك انت ما بتنسيش اي حاجه. نعم. ام ياسين لديها سؤالان، السؤال الاول تتحدث عن الفرق بين اسماء الله وصفاته. ام ياسين يعني هذا الامر الحقيقه امر مش عايزين الناس احيانا بيتداولوه على المنابر ويتكلموا في ادق الاشياء الخاصة بالله تعالى، وأكيد أنت ممكن تبقى سمعتي حاجة زي كده، ويتعمد أنه يعمل خطب يتكلم عن صفات الله وابتدي لا مانع أن أتكلم عن أسماء الله من النواحي الإيمانية. نعم. من تعلقنا بأسماء الله، من كيف يعيش المؤمن تحت ظل هذه الأسماء، اسم الرحمن كيف أعيش تحت ظله ولوائه، اسم الرحيم الحكيم أثر حكمته في الكون، ما أثر حكمته في الكون، الشكور الغفور المغفرة، كل هذا لا مانع الإنسان يتداوله ولكن بأسلوب يتحمله العوام. نعم. بأسلوب يزيد عندهم التعلق بالله سبحانه وتعالى. أما أن تلاقي الواحد على المنبر عمال يتكلم في أدق تفاصيل التفاصيل في العقيدة ويتكلم عن أمور خاصة بالله ويقعد يفسر الآيات المشكلة التي يعني أتعبت العلماء والعلماء وقفوا عندها والأمر انتهى منها، فنبتدي نثير الناس، الناس بتتخيل والناس بتقع في شكوك، فبلاش الكلام ده. ولكن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، سبحانه وتعالى كل ما خطر ببالك فربك بخلاف ذلك، محدش ابدا يتصور، ولكن نحن نؤمن بما جاء من صفات عن الله سبحانه وتعالى ونؤمن بأسمائه سبحانه وتعالى ونعيش جميعا تحت ظلها ولوائها وندعوه بها، فده اللي احنا عايزين نعرفه. اما مسائل الدقيقه اللي هي بتكون في مكان الدراسه في بطون الكتب ما ينفعش ابدا اجعلها هي موضوع خطبه للناس، لأن الناس فعلا يعني بتقوم وهي مذبذبة في بعض الأمور، عندها تشويش فكري في بعض الأمور، فرجاء يعني إحنا بنتكلم عن الله فنقف عندما جاء ولا نحاول أبدا أن نخوض بأفكارنا في أشياء، والله أعلم. أيضا سؤالها الآخر تحدثت عن أكثر من صلاة بأكثر من سورة، تحدثت أنها تصلي الواقعة في الفجر وياسين في قيام الليل وأيضا سورة الملك. ما تفعلينه صحيح،
بتصلي انت هذه الصور، وهي بالليل ايضا يعني كما جاء في بعض الاحاديث لها فوائد، فانت ان شاء الله ما تفعلينه ايضا صحيح، سواء قراتيها في الصلاه او قراتيها خارج الصلاه. نعم استاذ عبد الله، انا بشكره طبعا على سؤاله، ان هو سؤال قريب ايضا من موضوع الحلقه. هو بيقول لو اضفنا كلور في حمام السباحه يجوز الوضوء؟ نعم يجوز الوضوء به، والكلور ده مش هيغير ابدا اي صفه، وهتلاقي الماء زي ما هو برضو ماء صافي، هتلاقي بس هو في بعض البياض شويه، ولو صبرت عليه بيهبط ولا ويظل على هيئته وحالته. استاذ ضياء يتحدث عن انه طلق مراته وليه اولاد ومعطيهم من 15 سنه، وفي اموال لي مبلغ من المال اعطاه لاخواته، فبيقول هنا هل ان بعد الوفاه يعود المبلغ لابنائه مره اخرى؟ ده بسبب ان هو خلاف بينه وبين الابناء، فمش عايز يديهم اي جزء من الفلوس، او مش عايز يسيب لهم حاجه يرثوها. احنا شوف لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعني انصر اخاك ظالما او مظلوما، قالوا طب هننصره مظلوم، طب وننصره ظالم ازاي؟ يعني هو مظلوم انا هنصره، هقف معاه لحد ما يجيب حقه وازيره في رفع الظلم عنه. طب وهو ظالم؟ قال ان تكفه عن الظلم. يبقى انا اقول له يا عم الحاج يعني كفاك ظلما ومش عيب، كفايه الاولاد دول اتظلموا او انتوا ظلمتوا بعض عشان ما يزعلش، فبلاش انت يعني خلاص احنا على عتبة لقاء الله سبحانه وتعالى، فاحنا نحاول الفلوس دي نخليها لهم حتى يبقى احنا ما الظلم مش جامد قوي، وما تاخدوش الفلوس دي رجاء نوديها لاولاده علشان حتى يعني يكون في نوع من انواع الخير. البر ونوع من انواع الصلة حصلت، ونحاول بقدر الامكان دخلوا الناس الصالحين اللي حواليكم، تدخلوا علشان تصلحوا بينه وبين اولاده يعني قبل ان يفارق او قبل ان محدش عارف يعني مين، ولكن كلنا على هذا الباب، فنحاول دايما نصلح وما نقولش لا ده ما خلاص هو خلاص مصمم على هذا، لا الابناء يجوا حد يجي هم الاثنين يتقابلوا في مكان، المهم تدخلوا بالصلح، ويعني وان شاء الله من يريد ان يصلح بين الناس يوفقه الله تبارك وتعالى ويعينه على ذلك، اما الفلوس رجاء خلوها للاولاد وما تتصرفوش فيها، والله اعلم. نعم. ام اميره كانت اعطت زوجها مبلغ من المال وبتقول لنا يعني انا اوان الزكاه، هل ممكن تعتبر هذا المبلغ من الزكاه؟ والله الجمهور قال لك لا، لان كده النفع هيرجع عليك يا ام اميره. انت لما تدفعي انت دفعتي مثلا لزوجك، ينفع الزوجه تدفع زكاه المال لزوجها الفقير؟ تدي له من زكاه المال. وكانت امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها كانت تفعل ذلك، واستفتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أن تدفع زكاة مالها لزوجها، فأجازها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أنا مدي الواحد 1000 جنيه والراجل ده تعثر، نعم، وتعذر عن الدفع، خلاص أفلس يعني مش هاخد الألف جنيه دي تاني، فأنا أجي هطلع الزكاة أقول إيه؟ طب ما أنا لي عنده فلان 1000، خلاص أحسبها من الزكاة، بدل ما أنا هطلع 4 خلاص يبقى انا كده اطلع 3 بس. ايه اللي حصل؟ حصل ان النفع رجع عليا انا، النفع رجع عليا، فطبعا الجمهور قال لك لا، لان نفع الزكاه لم يرجع على الفقير وانما رجع عليا انا. طب امال اعمل ايه؟ الراجل اللي تعثر ده نفسه ده من اهل الزكاه، هو نفسه من اهل الزكاه، اقول له اتفضل الادي 1000 جنيه ولا 2000 جنيه اهي، والله هو قال لي طب خلاص خد ال1000 جنيه دي مين اللي عليا؟ ماشي خلاص راح مرجعها لي تاني. اما يفرض هو واخدها عشان حب ياخدها علشان يقضي بها دينا او يقضي بها شيء مهم عنده، خلاص يبقى جائز. هل اولانا في هذه النقطه اخرج المال بنيتين هنا، ان انا ممكن اخرج المال بنيه ان انا بساعد شخص محتاج في متعسر في امر ما، وبنيه برضو ان هو لو لم يرد هذا المبلغ صدقه او زكاه؟ لا، الزكاه بالذات لابد ان انوي عند اخراجها، لازم نيه. وده كان الرد الثاني، قال لك طب ما انت لما جيت دفعت ال1000 جنيه ما كنتش ناويه ان دي زكاه مال، تحسبيها دلوقتي ازاي من زكاه المال؟ وده قول اخر، ده الجمهور على المنع مما تسالين عنه يا حاجه. وهناك قول ضعيف يقول بجواز هذا،
ولكن أنا يعني أستريح إلى قول الجمهور بأن ما ينفعش أحسب الدين ده من الزكاة إلا على الزوج أو على أي إنسان، والله أعلم. أم محمد من القليوبية تتحدث عن ابنتها معها بنتها وبتصرف عليها ويعني مقيمة معها ومتولية كل أمورها وأمور أبنائها، والزوج مش بيصرف على بنتها. هي مش مكلفة، نعم. هل ممكن تعتبر ده من الزكاة؟ هي مش مكلفة الحاجة أنها تنفق على أولاد هذا الرجل. نعم. هو ينفق على أبنائه، فهو الوقت ما بينفقش والأولاد في حاجة، أحسب زكاة مالي وأنفقها على الأبناء، أما بنتك لا، أنفقها على بنتك، لأن هي اتطلقت بالفعل خلاص، يعني هي اتطلقت خلاص. بتقول إن في ناس بيقولوا لها ده حرام ما تصرفيش عليها لا، هي تنفق على ابنتها، ولكن على أبناء ابنتها اللي أبوهم موجود وقادر إنه ينفق، لا، دول تديهم من زكاة المال لحد ما ربنا يحنن قلبه عليهم يعني. يا رب. لأنه الآن في حكم الفقراء، أو نعم. هتديهم إزاي من زكاة المال وأبوهم بتقول مليونير؟ لأنه بالفعل ممتنع، نعم. هو ممتنع ولسه القضاء ما ألزموش بالنفقة. القضاء لما يلزموا بالنفقة خلاص يأخذون من أبيهم ما يكفيهم، أما الآن هم يعني في حكم ما معهمش أصلا ولا يمتلكون شيء، فإذا يجوز أن أنا أنفق عليهم من زكاة المال لحد ما أبوهم يتولى النفقة بعد ذلك. هي في يمكن الأزمة بتكون في هذا التوقيت، فكرة ان ممكن القضاء ياخذ وقت حتى يعني يعود. اذا هم الان في حكم الفقراء، احنا مش هنقعد نقول وهي مش قادرة تنفق عليهم وتطلع زكاة مال، يبقى كده هتتعب من الناحيتين، يبقى خلاص جعلت جزءا من زكاة مالها للنفقة على ابناء ابنتها اللي هو ابوهم مش عايز ينفق عليهم اصلا، ويحاسبه الله على ذلك، لان النبي قال كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. نعم. كل لحظة بتعدي على الإنسان وهو قادر ينفق على ابنه الضعيف أو ابنه الصغير ولكنه يمتنع عنادا لأنه يبغض أمه التي طلقها أو في بينهم مشاكل، يحاسبه الله تبارك وتعالى في كل لحظة تمر عليه ولم يؤدي ما عليه من واجب تجاه أبنائه. فيما تبقى من وقت نحاول الإجابة على باقي التساؤلات. أم أحمد من المنوفية كانت في وعكة صحية وربنا شفاها وقالت لأبنائها، وكان في نية من جواها نية تشتري شيء وتذبح هنا، لكن بتقول لي هنا ممكن تطلعها كلها صدقة ولا في جزء للبيت؟ أولا هي النذر لا يؤكل منه، ده جمهور العلماء على هذا. نعم. لو قلت أنا هذبح هذا الشيء لله خلاص لابد أن يخرج كله لله، كله لله، ما ينفعش أنا أنتفع منه بشيء، ولا حتى لو ذبحته أنتفع بالجلد بتاعه، كله يخرج لله سبحانه وتعالى. بس هي كانت بتقول في نيتها أن يجيب حاجة يأكل منها أهل البيت وتخرج منها أيضا، فهي مش لا تقصد معنى النذر اللي كله لله وإن جرى على لسانها هذا، ولكن هي ما كانتش نيتها كده، نيتها أن هي تطعم البيت وتطعم أيضا الفقراء، فاعملي كده إن شاء الله. نذهب للأسئلة من الشارع. أول سؤال عن هل يجوز أن تصلي المرأة بالميك اب أو المكياج؟ نعم، يجوز للمرأة أن تصلي بالمكياج بعد المرأة توضأت ثم تزينت وأذن العشاء، وهي بتتزين في البيت وقاعدة في بيتها، فأذن العشاء عليها تقوم تصلي ولا شيء في ذلك. نعم. يمكن سؤال آخر مولانا، يعني هنا شخص يتسأل عن سيدنا محمد كلم ربنا وشافه. أما الرؤية فيعني رأى حجابا من نور ولم يرى ربه عيانا. نعم. والمسألة يعني مسألة خلافية بين العلماء ونقف فيها عندما ورد، وهي مسألة لا يتعلق بها اعتقاد، ولكن أهل الجنة يوم القيامة ده اللي احنا نعتقده بقى، هو أفضل ما يعطون أهل الجنة من النعيم النظر إلى وجه الله الكريم، هو ده اللي احنا ننتظره. ماشي. اللهم أمين. نعم. يا رب العالمين. يمكن السؤال الأخير هو شخص خاطب ولم يوفق ولم يحدث نصيب في هذا الأمر، فهنا هل يرد إليه الشبكة وغير ذلك؟ نعم، الشبكة الآن في أعرافنا جزء من المهر، فلذلك إذا منفسخت الخطبة ترجع الشبكة إلى الخاطب مرة أخرى. لو هي اللي فسخت؟ الاثنين. الاثنين. سواء الفسخ من هنا أو من هنا، ولكن دايما نقول الإنسان لا ينبغي أن يتعلق بهذه الفتوى ويدخل بيوت الناس ويتلاعب بها
ثم بعد ذلك يقول لك ما انا لما هفسخ هاخد، يبقى حرام عليه لو بهذه النيه. ولكن هو دخل وهو ينوي الاستمرار، ولكن حدث ان في امور ظهرت، شاف عدم موائمه بينه وبين من يريد الزواج بها، وان الافضل الان ان ينهي، فهنا ياخذ شبكته كامله. القرار هنا بيده مولانا، رغم ان في تساؤلات كثيره من الجمهور حول ان ممكن في الخطوبه، بنرى ان اهل العروس بيقوموا بتكليفات كثيره، ويمكن تكاليف الخطوبه والفرح او بدايه المناسبه يرفع عنهم الضرر بقدر الاستطاعه، والا هم عندما اجروا حفله خطوبه لابنتهم هو ما قالهمش، ما اشترطش عليهم انهم يعملوا كده. ويعني الحقيقه احنا برضو مش عايزين يبقى في تبذير دائما كتير جدا في حفلات الخطوبه، حفلات الزواج بيبقى فيها تبذير كثير، لذلك بتبقى منزوعه البركه. نعم. الحاجات كلما او الاشياء دي كلما كانت هادئه، كلما كانت على السنه، كلما كانت طيبه، كلما كان فيها ذكر لله سبحانه وتعالى، فيها لهو مباح، فيها اشياء طيبه، فربنا بيبارك فيها، والله اعلم. فضيلة الشيخ عويض عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، شكرا جزيلا لك. شكرا موصول لكم مشاهدينا الكرام. قيل من قبل للعلماء درجات فوق المؤمنين ب700 درجة، ما بين الدرجتين مسيرة 500 عام. دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى الملتقى.